يلي بتحب البلد هاي البلد بلدنا احنا اخوي للأبد. اليوم بيكون حلقتنا معلومات عامة، بس نوضح بعض الأشياء الذي يسألون بعض المتابعين عن هويتنا وش نعمل بالضبط وكم لنا في أمريكا، ومن هذه الأسئلة وكيف شركات النقل في أمريكا وش الأفضل وش الأسوأ، ومعلومات عامة عن شركات النقل وعني خاصة. فبالبداية أخوكم صلاح من مواليد اليمن عام 90، جيت على أمريكا في عام 98 كهجرة رسمية، وبقينا في أمريكا إلى عام 2010 حتى تخرجنا من الثانوية، ورحت لليمن والحمد لله تزوجت. بدأت في عام 2012 أتدرب على سواقة التراكات، سجلنا في مدرسة، الرسوم في المدرسة في هذا الوقت كانت 3500 دولار، فيه برامج تقدمها الدولة الذي عندهم دخل محدود يساعدوك يدفعوا لك قيمة المدرسة أو نص قيمة المدرسة حسب دخلك. أول شيء قبل ما تبدأ المدرسة تأخذ 3 اختبارات كتابية فيهن ما يقارب 100 سؤال كلهن عن التراكات بشكل عام. بعد ما تعدي هذه الاختبارات يعطوك البرمت اللي هو مثوبة أنك تقدر تتدرب تسوق تراك، لا يعني أنك سواق لكن تقدر تتدرب فيه في مدارس مخصصة. بعد ما تحصل على البرمت تسجل في مدرسة زي ما قلت لكم، وتلتحق في المدرسة حسب البرنامج حقهم، وكلها على فهمك وشطارتك. فيه ناس يقعدوا بالمدرسة 2 شهر وخلصوها، وفيه ناس قد لهم 4-6 شهور عادهم في المدرسة بسبب انه عاده لا يتدرب، يا اما عنده مشكلة في التوقيف يبرك التراك لازم، او انه ما يحضرش صفوف لازمة، لانهم يلزموك انك تحضر ساعات محدودة علشان تحصل او تقدر تختبر على الرخصة. تختبر مع ناس مهيئين من ضمن الولاية، يعني مشددين جدا، بيطلع معك زي ما تقول عسكري كأنه، بيأخذ كل المعلومات، بيعطيك فرص قليلة بكل المجالات، في فرص ما يتغاضوا عنها، مثلا قطعة أشاير حمر حاجات يعني كبيرة خلاص يرسبك على طول. بعد ما تعدي السواقة هو بيقول لك شخصيا إذا أنت نجحت ولا رسبت. الاختبار قيمته 100 إلى 200 دولار، وإذا رسبت لازم تدفع مرة ثانية وكذلك حتى تنجح. بعد ما تنجح يعطوك شهادة، تأخذ هذه الشهادة إلى الأحوال المدنية وتعمدها، وموجبها يعطوك رخصة تراكات. لكن المشوار يعني اللي قال لم ينتهي بعد، يجب عليك بعدين خلاص تسجل لك مع أي شركات، الشركات يعني ملان، وأفضل أنك تروح لك مع شركة أمريكية معهم تراكات جديدة وكل شيء نظامي وقانوني. طبعا الدفعية بالبداية ما بتكونش كثير، بس انه انت بحاجتهم اكثر. المعلومات الاخرى عن السواقة خارجيا عادة يعمل فلوس اكثر من اللي هو داخليا، معناته ان اللي خارج طبعا يتعب اكثر بحيث انه يقوم من ولاية لولاية. راتب للسواق، سواق مش مالك تراك ويسوقه خارجيا، ما بين 1000 و200 إلى 2000 دولار أسبوعيا. أما إذا كنت تملك التراك نفسك راتبك بيكون ما بين 2500 إلى 4000 دولار أسبوعيا. إذا أنت سواق داخليا الراتب ما بين 1000 دولار إلى 1800 دولار، وكل حسب الخبرة وحسب الشركة اللي انت تشتغل فيها. فبعض الناس ما شاء الله عليهم مرزوقين ومحظوظين ويصطدفوا بشركات جيدة وأعمال مناسبة ويدفعوا لهم أفضل من ما يدفعوا الواحد يمكن بالخارج، وبعض الناس اللي يحصل أقل ويتعب أكثر. طيب الآن إلى بعض الأسئلة الذي حطوا علينا الشباب، هو في أي ولاية احنا متواجدين،
ولماذا اخترنا مهنة سواقة التراكات، وإيش يفضل هذه الولاية عن الولايات الأخرى في أمريكا. والله كل واحد حسب الرغبة، بس بالنسبة لي شخصيا ما كانش مثلا الخيار بيدي. عندما هاجرنا لأمريكا وجابنا الوالد الله يحفظه، أتى إلى هنا وهو قبلنا كان في ميشيغان. فكثير من اليمنيين يتواجدوا في ميشيغان، وكثير من العرب متواجدين في ميشيغان، وأكبر جالية عربية بشكل عام يمنيين، عراقيين، لبنانيين، سوريين، مصريين، خليجيين، مغربيين، تونسيين، من كل الوطن العربي تلقاه في ميشيغان. والجالية كبيرة ما شاء الله، وفيها كل شيء متوفر، ولهذا السبب احنا نفضلها حتى لو في ولايات أخرى فيها أعمال أفضل يمكن، لكن ما بيش ولاية تلقى فيها جالية أفضل من ولاية ميشيغان من ناحية المدارس الإسلامية، المساجد، الجالية، تربية الأطفال، محلات العربية من المطاعم إلى غيرها، كل شيء متواجد، ما بيش حاجة إلا وأخواننا العرب جابوها. طيب السؤال، ليش أنا اخترت مهنة سواقة التراكات؟ والله مهنة جيدة، لأنه من يوم أنا صغير كنت سواق، حتى أنا كنت سواق حق القرية حقنا، كنت أنا أسوقهم وأنا عمري 7 سنين، فتاريخي مع السواقة كان جيد، وقلنا نكمل المشوار. كان لي حلم أن يكون طيار في الجو، لكن أراد الله أن يبقينا في الأرض، فما أرادها الله هو الخير دائما. سواقة التراكات بالنسبة لي شخصيا هي أفضل من أي عمل، وقد اشتغلت في عدة شغلات، لكن أرتاح أني أكون سواق. منها يعني تفسحه، تخرج، تشم هواء، تتعرف على ناس، والوقت يمشي معك، ما بيش عليك أي مخالفات، وعندك الخبرة والكفاءة وتطور نفسك، في استطاعتك أنك تحصل على مرتبات عالية جدا، ما يعادل دكتور درس 8 سنين. أقولها بلا مبالغة، ومن ينكر هذا الحديث إلا ناس يعني لا يشكرون نعمة الله. فنحن دائما نشكر نعمة الله ونقول الحمد لله الذي عطانا، وفوق ذلك نشكركم كمتابعين، وإن شاء الله تدعمونا في القناة وتنشروا المقاطع الفيديوهات اللي أنزلها، ونحن بإذن الله تعالى سنواصل إلى الأفضل إن شاء الله، وما كتب لنا الله سيحصل. تحياتي لكم. يلي بتحب البلد، هاي البلد بلدنا، احنا اخوي للأبد.